أنعمتم مساء مشاهدينا، وأهلا بكم في المجلة الخبرية لميديا تي في. وفيها: إسرائيل تشن هجوما بريا على قطاع غزة، وحماس تقول إن الغزو ستكون له عواقب مروعة. في سلسلة تقاريرنا حول عادات شهر رمضان، نتوقف اليوم عند الإقبال الكبير للبيضويين على المعرض الدولي للمدينة الذي يفتح أبوابه طيلة ليالي شهر رمضان. وضيف النشر الدكتور محمد بن حمو، نناقش معه التفاصيل التي كشف عنها وزير الداخلية محمد حصاد حول التهديدات الإرهابية التي تستهدف المملكة. أهلا بكم معنا. نبدأ مشاهدينا بأبرز العناوين. الملك محمد السادس يشرف في الدار البيضاء على وضع الحجر الأساس لمشروعين اجتماعيين في مجال التكوين والمقاولة الصغرى التضامنية. مقتل 14 جنديا تونسيا على يد مسلحين بجبال شعنب الحدودية، والسلطات تقول إنها أحبطت 6 عمليات إرهابية خلال شهر رمضان. وتحطم طائرة ماليزية على متنها 300 راكب في أجواء أوكرانيا. أشرف الملك محمد السادس اليوم بالدار البيضاء على وضع الحجر الأساس لبناء مركز للتكوين المهني في مهن الخدمات وفضاء تجاري مخصص للمقاولة الصغرى التضامنية من أجل مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 30 مليون درهم. نشاط متفصل. مشاريع تضامنية جديدة تأتي لتعزز السياسة الاجتماعية بالمملكة. هنا بالدار البيضاء أشرف الملك محمد السادس على وضع الحجر الأساس لبناء مركز للتكوين المهني في مهن الخدمات، مركز سيشيد بالحي الحسني وسيمكن الأشخاص المستفيدين من تكوينات مؤهلة في قطاعات محدثة لفرص الشغل. سيشتمل المركز على مكتب بيداغوجي للتوجيه وورشات للتكوين وقاعات لتعليم اللغات الأجنبية ومرافق أخرى. هذا المشروع سينجز في إطار شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومجلس جهة الدار البيضاء ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. أشرف الملك محمد السادس أيضا على وضع الحجر الأساس لبناء فضاء تجاري مخصص للمقاولة الصغرى التضامنية بحي الوزيس. أريد من تشييد الفضاء التجاري دعم تسويق منتجات المقاولين الصغار وتثمين المنتجات المعروضة للبيع عبر ضمان ولوج أفضل للسوق وانفتاح على شركاء محتملين، فضلا عن ضمان مداخيل قارة للمستفيدين. الفضاء وهو ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ومركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية سيتوفر على 74 رواقا للوقاعة للتخزين ومستودع ومقصف ومرافق أخرى. هذان المشروعان اللذان ستنجزهما مؤسسة محمد الخامس للتضامن باستثمار إجمالي قدره 30 مليون درهم يأتيان لتعزيز مختلف الأعمال التي تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن على مستوى جهة الدار البيضاء الكبرى، والهادفة إلى تشجيع ولوج الشباب لمختلف آليات ووسائل الاندماج الاجتماعي والمهني وتمكين المقاولين الصغار من الانخراط في الدورة الاقتصادية والتوفر على أرضية ملائمة لتسويق منتجاتهم. كما ترأس الملك محمد السادس مرفوقا بالأمير مولاي رشيد بالقصر الملكي بالدار البيضاء الدرس الخامس من سلسلة الدروس الحسنية الرمضانية. درس اليوم ألقته الأستاذة زهراء نجية الزهراوي عضو في المجلس العلمي المحلي لمراكش، تناولت فيه بالدرس والتحليل موضوع إسهام المرأة في بناء الشخصية المغربية. هي
الشخص. أعلن بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش اليوم ببدء الهجوم البري في غزة. وقال البيان إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع أصدرا تعليمات لقوات الدفاع الإسرائيلية ببدء عملية برية الليلة لضرب أنفاق الإرهاب الممتدة من غزة إلى إسرائيل كما وصفها البيان. وأفاد جهود عيان أن قصفا مدفعيا وبحريا كثيفا قد بدأ على طول حدود غزة. من جهتها قالت حركة حماس إن الغزو البري لغزة أحمق وستكون له عواقب مروعة. وقال سامي أبو زهرة المتحدث باسم حركة حماس إن الهجوم البري لا يخيف قيادة حماس ولا الشعب الفلسطيني. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم إلينا الزميل سامح رمضان مراسل قناة ميدي أن تي في في غزة. نريد أن نعرف ما الذي يحدث الآن في غزة بالضبط. نعم جوهرة، يعني حتى اللحظة يعني تحليق مكثف جدا، ولأول مرة منذ اليوم الأول للعملية العسكرية الجرف الصامت التي أعلنتها قوات الاحتلال على غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء حتى اللحظة إلى 240 شهيد. هناك عملية اقتحام ل 200 متر داخل الأراضي الفلسطينية في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال في شرقي مدينة أو محافظة خان يونس. كان هناك أيضا وصول لمنطقة ما تسمى أبو حليب في شرقي المنطقة، سمع اشتباكات عنيفة ما بين مقاومين فلسطينيين وآليات الاحتلال في المنطقة الحدودية في الشرق. هناك حديث عن مجزرة حدثت في رفح ومناشدات للصليب أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر لانتشال جثمين الشهداء. ايضا هناك يعني اسرائيليا تم يعني انتشار اخبار تتعلق باستدعاء 15,000 مجند اسرائيلي للانتشار على طول الحدود الاسرائيليه الفلسطينيه. ايضا هناك هذا يعني ان العمليه البريه ستتوسع اكثر؟ يعني معلومات يعني غير مؤكدة وردت إلينا من مصادر يعني إعلامية إسرائيلية أن على حسب روايات أحد قيادات الجيش الإسرائيلي تقول أن العملية العسكرية البرية ستستمر أكثر من 10 أيام، ولكن لا نعلم بالتحديد هل العملية عسكرية موسعة، هل العملية عسكرية محدودة يعني لعدد محدود من الكيلومترات داخل قطاع غزة لمنع أو لتوقيف إطلاق الصواريخ الفلسطينية التي تطلق باتجاه البلدات الإسرائيلية. على أي حال الاحتلال يستخدم ولأول مرة قذائف غاز الكبريت على طول الحدود، هذه الغازات التي أسفرت عنها وصول بعض حالات الاختناق إلى مشافي في شمال قطاع غزة وأيضا في مستشفى ناصر في جنوب القطاع. أيضا هناك عملية قصف عنيف من قبل الزوارق والبوارج الإسرائيلية على منازل المواطنين في وسط القطاع. قبل قليل علمنا من بعض مصادر طبية أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تسلمت بعض المناطق التي يمكن من خلالها سيارات الإسعاف والطواقم المدنية وبالدخول ضمن مناطق معينة، غير ذلك غير مسموح لها. طيب سامح، ماذا عن رد فعل حماس والفصائل الأخرى؟ يعني حماس حتى اللحظة لم تقبل وأبلغت مصر رسميا بعدم قبولها المبادرة المصرية الداعي لوقف إطلاق النار. كان اليوم عبارة عن هدنة إنسانية لمدة 5 ساعات، ولكن حتى اللحظة مصر رفضت. قبل قليل صرح النائب أو صرح الناطق باسم حماس أسامة حمدان في لبنان أن حماس لن تتنازل عن شروطها العشرة التي تم يعني تدوينها وتسليمها. ولكن حماس هي في موقف قوة الآن بعد انطلاق العملية البرية؟ هي المسألة ليست مسألة قوة أو ضعف، ولكن هناك المعادلة تغيرت في قطاع غزة. اليوم حماس تطلق صواريخ باتجاه بلدات إسرائيلية، صواريخ فلسطينية وصلت إلى العمق الإسرائيلي، وصلت تل أبيب، وصلت شوارع داخل بيت يام، وهذه المناطق تبعد عن قطاع غزة أكثر من 70 كيلومتر. هذا يشكل حالة وأزمة سياسية لدى الحكومة الإسرائيلية. هناك ملايين الإسرائيليين يدخلون الملاجئ كل يوم، ما يشكل حالة ضغط. طيب، على الحكومة الإسرائيلية. شكرا وهذه لك. الحال شكرا لك مفد قناة ميدي أن تي في، مراسل قناة ميدي أن تي في في غزة السامح رمضان.
في تونس أعلن الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي الحداد لثلاثة أيام على مقتل 14 جنديا سقطوا الليلة الماضية في الهجوم المسلح الذي نفذ في جبل شعنبي الحدودي مع الجزائر. الهجوم أدى كذلك لإصابة 20 جنديا آخرين بجروح، فيما لا يزال جندي آخر مفقودا، يرجح أنه اختطف من طرف المسلحين. وأوضحت وزارة الدفاع التونسية أن العملية التي شنتها مجموعة مسلحة ضد نقطتي مراقبة أدت كذلك إلى مقتل أحد عناصر المجموعة المسلحة التي استخدمت القذائف والصواريخ وأسلحة الرشاشة، وهذه أكبر حصيلة من القتلى منذ أن بدأت جماعات مسلحة بشن هجمات ضد قوات الجيش والشرطة منذ 3 سنوات بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. إلى جانب قوات الأمن الداخلي. من جهة ثانية، قال وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو اليوم إن قوات الأمن أحبطت منذ بداية شهر رمضان 6 عمليات إرهابية كبرى كان متشددون إسلاميون يعتزمون تنفيذها ضد منشآت حيوية في البلاد. وقال المسؤول إنه تم القبض على أكثر من 30 متشددا إسلاميا، منهم 7 ألقي القبض عليهم كانوا ينوون مهاجمة منشآت حيوية بالقنابل. جريمة الاغتيال السياسي. وفي الجزائر، قالت وزارة الدفاع الوطني إن قوات الجيش قضت اليوم على عنصرين مسلحين بولاية تيبازا غرب الجزائر العاصمة. وحسب بيان للوزارة فإن قوات الجيش اعترضت سيارة نفعية وسط مدينة بني ميلك في الدائرة الداموس وقضت على إرهابيين 2، كما حجزت بندقيتين من نوع كلاشينكوف ومسدسين وكمية من الذخيرة. في جلسة أممية مغلقة خصصت لتدارس الوضع في ليبيا، طلب وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز بمساعدة الأمم المتحدة من أجل تكوين القوى الأمنية، محذرا من أن تصبح بلاده دولة فاشلة. المسؤول أوضح أنه لا يطالب بتدخل عسكري وإنما بإفادة مجموعة من الخبراء الأمنيين من أجل تكوين القوات الأمنية على حماية المرافق الحيوية في البلاد. ميدانيا، قال شهود عيان إن عدة قذائف سقطت على مبنى مطار طرابلس الدولي المغلق منذ الأحد الماضي، مؤكدين على تصاعد وتيرة الاشتباكات بين ميليشيات متناحرة تسعى للسيطرة على المطار. تبنت الجماعة الجهادية المرابطون التي يتزعمها مختار بالمختار الهجوم الانتحاري الذي قتل فيه جندي فرنسي في شمال مالي. وقالت الجماعة إن الجهادي قام بتفجير سيارته فقتل الجندي الفرنسي وأصاب آخرين في منطقة غاو، مضيفة أن الهجوم جاء كرد على الادعاء الفرنسي بدحر الجهاديين ونجاح عملية سيرفال. وكانت هذه العملية قد انطلقت في يناير 2013 وأعلن عن نهايتها وتعويضها بعملية برخان لمحاربة الإرهاب. أهلنا في مغرب الإسلام وصحراء. قال مسؤول كبير في قطاع النفط في العراق إن إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق بدأ في ضخ النفط من حقول كركوك التي كانت تحت سيطرة الحكومة المركزية في بغداد. وكانت قوة كردية قد سيطرت على منشآت الإنتاج في حقلي النفط الشمالي في 11 من يوليوز الحالي، مستغلة الفراغ الذي نتج عن انسحاب قوات الجيش العراقي تحت ضغط هجوم لمسلحي الدولة الإسلامية. وتقع كركوك في منطقة متنازع عليها بين إقليم كردستان وحكومة العراق، وهي بؤرة نزاع طويل الأمد على الأراضي والموارد الطبيعية بين بغداد وأربيل عاصمة الإقليم الكردي. أكدت وزارة الداخلية الأوكرانية أن عدد قتلى حادث الطائرة الماليزية في شرق أوكرانيا تجاوز 300 شخص، 23 منهم من جنسية أمريكية و6 من الفرنسيين. كما أكدت أن انفصاليين موالين لروسيا أسقطوا الطائرة التي كانت قادمة من أمستردام إلى كوالالمبور باستخدام صاروخ أرض جو، فيما قال زعيم الانفصاليين إن القوات الأوكرانية هي التي أسقطت طائرة الركاب. سحر بن سليمان.
نكبة جوية جديدة تعرض لها أسطول النقل الجوي الماليزي مع تحطم طائرة ماليزية تقل 295 راكباً في أوكرانيا قرب الحدود مع روسيا. جميع الركاب لقوا حتفهم. أبرز ردود الفعل جاءت من كييف ومن الانفصاليين أيضاً. لحد الآن يترشق الجانبان الاتهامات بإسقاط الطائرة، فالرئاسة الأوكرانية تنفي ضلوع قوتها المسلحة في الأمر، في حين حمل الزعيم الانفصالي الأوكراني ألكسندر بوروداي القوات الحكومية مسؤولية إسقاط الطائرة. معظم المصادر الإعلامية تؤكد أن الطائرة أسقطت على ارتفاع 10 كيلومترات فوق شرق أوكرانيا، والرئيس الأوكراني لا يستبعد أن تكون الطائرة قد أسقطت. لقد انتهت للتو مكالمتي مع رئيس الوزراء الهولندي. قدمت التعازي نيابة عن الشعب الأوكراني ودعوت السلطات الهولندية إلى فتح تحقيق في هذا العمل الإرهابي. أريد أن ألفت انتباهكم إلى هذه الحقيقة، فنحن لا نعتبر ما حصل مجرد حادث أو كارثة، وإنما هو عمل إرهابي. لقد أسقطت الطائرة في حقيقة الأمر، أسقطت من قبل القوات الجوية الأوكرانية. إنه استفزاز متعمد، وكما تعلمون ليست المرة الأولى التي تسقط فيها أوكرانيا طائرات المسافرين. وعلى الفور خرج مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية لوسائل الإعلام ليؤكد أن الانفصاليين هم من أسقطوا الطائرة بصاروخ أرجو متوسط المدى. كانت الطائرة البوينغ في طريقها من أمستردام إلى كوالالمبور، لكنها لم تدخل المجال الجوي الروسي في الموعد المنتظر وتحطمت في شرق أوكرانيا. رئيس الوزراء الأوكراني والماليزي أمر بفتح تحقيق فوري، بينما بحث الرئيس الأمريكي باراك أوباما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الموضوع. وقد كانت للحادث تداعية أخرى اقتصادية. إثر الإعلان عن الحادث انخفضت بورصة وول ستريت مع خشية المستثمرين من انعكاسة التوتر في المنطقة على الاقتصاد العالمي. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تبعات العقوبات الأمريكية على العلاقات مع بلاده، قائلا إنها تسير بها نحو طريق مسدودة وتضر بالمصالح التجارية الأمريكية. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد فرض عقوبات على شركات مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين بسبب موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية. التقرير لمريم البودادي. العقوبات الأمريكية ضد روسيا لن تضر بمصالح موسكو فحسب، بل ستنعكس تداعياتها السلبية على واشنطن في علاقاتها مع موسكو. هذا ما أكده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محذرا واشنطن من عواقب فرض عقوبات على موسكو والتي من شأنها الدفع بالعلاقات الأمريكية والروسية إلى طريق مسدود. العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية تتعارض مع مصالح واشنطن. دعوني أفسر لكم. هذا يعني أنه على سبيل المثال إن أرادت إحدى الشركات نقل نشاطها إلى السوق الروسي فستعترض طريقها العديد من العقبات التي ستحول دون دخولها في منافسة مع شركات أخرى سنمدها بالدعم. الولايات المتحدة فرضت أوسع عقوباتها نطاقا حتى الآن على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك شركة غازبروم وبنوك وشركات كبرى أخرى للطاقة والصناعات العسكرية. هذه العقوبات انضفت إليها عقوبات جديدة تشمل عددا من كبار المسؤولين الروس، من بينهم نائب رئيس مجلس دوما الدولة ومسؤول بارز بوكالة الاستخبارات الروسية. من جهتها رحبت أوكرانيا بتشديد العقوبات على موسكو، معتبرة إياها دعما أمريكيا وأوروبيا لسيادة ووحدة أوكرانيا. كييف ترى في العقوبات المفروضة على موسكو ردا دوليا قويا للتضييق على موسكو ودفعها إلى سحب دعمها للتمرد الانفصالي شرق أوكرانيا. يكتسي قطاع التكوين المهني في المغرب أهمية خاصة لما يوفره من يد عاملة ذات كفاءة بفضل التكوينات المختلفة التي تقدمها مراكز التكوين التابعة للمكتب الوطني للتكوين المهني وانعاش الشغل، الذي يسهر على إعداد أطر تساهم في مواكبة تطور الاقتصاد المغربي. حول هذا الموضوع ينضم إلينا من غرفة الأخبار زميلنا محمد أنس طموح. أهلا بك أنس. أهلا بك جوهرة، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام.
إذن التكوين هو فاعل أساسي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية. صحيح جوهرة، يعتبر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الذي أنشئ في عام 1974 الفاعل العمومي الرئيسي في مجال التكوين المهني في المغرب، وهو يتوفر على مجلس للإدارة ثلاثي يتألف من ممثلي الدولة وممثلي أرباب العمل وممثلين المأجورين. ويساهم مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تحسين قدرة العمال التنافسية من خلال ضمان تكوين المأجورين، كما يشجع المكتب أيضا على توظيف الشباب وخاصة منهم الذين ينحدرون من طبقات اجتماعية فقيرة من خلال برامج تتوج بتسليم شهادات تأهيلية. هناك مخطط هام يقضي بتكوين مليون شاب في أفق 3 سنوات من الآن. صحيح جوهرة، فمخطط التنمية المسطر من طرف المكتب يروم تكوين مليون شاب في أفق سنة 2017. ومن أجل بلوغ هذا الهدف أحدث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل شبكة واسعة من المؤسسات تقدر ب 327 مركزا للتكوين تهم مجموعة من القطاعات الاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة للتكوين في القطاعات المحدثة لفرص الشغل من قبيل المهن العالمية الجديدة المحددة من طرف الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي كصناعة الطيران والسيارات وترحيل الخدمات، وكذا مهن البناء والأشغال العمومية والسياحة، تكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل واللوجستيك. هناك علاقات وثيقة بعدة مشاريع وفي مقدمتها الجهوية المتقدمة أنس. صحيح جوهرة، فتندرج آفاق مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بحلول عام 2016 في إطار التوجهات الاستراتيجية التي وضعتها السلطات العمومية، وهي أيضا مبنية على المشاريع الاقتصادية المهيكلة وعلى تنفيذ المشروع الوطني للجهوية المتقدمة. ويعتزم المكتب بموازاة ذلك تحسين فعالية تسييره من خلال إنشاء نظام حديث للتسيير، كما يتمثل ورش رئيسي آخر وضعه المكتب في ضمان الجودة كتسليم شهادة الجودة وإعادة هيكلة التكوين، استكمال تكوين المدربين والتأطير التقني والبيداغوجي، كل هذا من أجل منح الشباب تكوينات ذات جودة منفتحة على عالم المقاولة وجعلهم أكثر تنافسية في سوق العمل، أو يؤهلهم على الأقل لإقامة مشاريع خاصة بهم. ماذا أنس عن البكالوريا المهنية؟ بخصوص البكالوريا المهنية، وهي مهمة جدا جوهرة، فتمثل جسرا بين التكوين المهني ومؤسسات التعليم العالي، وتسمح للدارسين في مراكز التكوين المهني بمواصلة تعليمهم العالي إلى آخر مراحله، فهي مسار مناسب لمن لهم قدرات علمية وملكات تفكير عملي ومهارات يدوية، وأيضا لمن ليس لهم القدرات الكافية على التفكير المجرد الذي يتطلبه التعليم العادي. وتفتح البكالوريا المهنية الآفاق أمام المتكونين مهنيا، وتجعلهم يقبلون أكثر على التكوين المهني لأنه سيصبح مثلهم مثل التعليم العادي، يسمح لهم بدخول مدرجات الجامعات. هذا كل شيء حول التكوين المهني. شكرا على انتباهكم، وإليك جوهرة. شكرا جزيلا لك أنس. في مبادرة تضامنية قامت جمعية أليانس كلوب الرباط رياض النخيل بشراكة مع ولاية الرباط بتوزيع 520 قفة تضم مواد غذائية أساسية لفائدة المحتاجين والمعوزين. وفي إطار عملها التضامني أيضا خلال الشهر الفضيل، تعتزم الجمعية إقامة فطور جماعي وتوزيع ملابس لهذه الفئة المحتاجة. نجاة بوتفست. ليس هناك أفضل من إدخال الفرحة على قلوب المحتاجين، سواء في شهر رمضان أو في غير هذا الشهر الكريم. في عملية اجتماعية 500 قفة رمضانية وزعتها جمعية ليانس كلوب على مجموعة من الأسر المعوزة في مدينة الرباط، عملية تمت بشراكة مع ولاية الرباط سلز مرزعير، وتهدف إلى مد يد العون والمساعدة لهؤلاء من خلال تمكينهم من مؤن غذائية. حنا بغينا نديروا الخير حيت الناس عطاونا، المحسنين داروا فينا الثقه في الناس ديال ليونس كلوب غابة الرياض النخيل، داروا فينا الثقه وعطاونا النقود باش شرينا ودرنا هاد لي باني 520 باني بمناسبه رمضان.
مجموعة من المعوزين حجوا إلى مقر ولاية الرباط سلز مورزعير من أجل الاستفادة من هذه العملية الإنسانية، خطوة نوهوا بها ودعوا كل من استطاع القيام بعملية مماثلة إلى إغاثة من هم في أمس الحاجة إلى هذا النوع من المبادرات. السكر في السكر كاين، الطحين كاين، الزيت كاين بزاف. عندنا وليدات مساكين، عنده وليدات هنا هم، والحمد لله مبادره مزيانه، وبغينا نتمنى كل مره تكون ان شاء الله. حنا واحد الفئه مضروره، ما عندنا حتى حاجه من العام للعام، تيساعدونا بهذا الكفه هذه، هي كما كتشاهدوا فيها السكر الطحين الزيت اتاي. توزيع القفة الرمضانية على المعوزين، تعتزم جمعية ليونس كلوب القيام بمبادرات إنسانية أخرى الأسبوع المقبل، من ضمنها إفطار في مركزية المحمدية للأعمال الاجتماعية الثلاثاء المقبل في الرباط، ثم مبادرة لتوزيع ألبسة على المسنين المتخلى عنهم والمختلين عقلياً. في سلسلة تقاريرنا حول عادات شهر رمضان الفضيل، نتوقف اليوم عند الإقبال الكبير للبيضويين على المعرض الدولي للمدينة الذي يفتتح أبوابه طيلة ليالي شهر رمضان. وضيف المجلة الدكتور محمد بن حمو نناقش معه التفاصيل التي كشف عنها وزير الداخلية محمد حصاد حول التهديدات الإرهابية التي تستهدف المغرب. نرجو أن تتفضلوا بالبقاء. كل سنة يفتح المعرض الدولي أبوابه للزائرين الذين يجدون فيه الكثير من السلع والمنتوجات. المعرض الذي أصبح موعدا ينتظره الكثيرون هو فضاء كذلك لتنظيم أنشطة للزائرين والاحتفاء بالصائمين الجدد من الأطفال. سحر بن سليمان. في كل سنة من شهر رمضان يفتح المعرض الدولي أبوابه لاستقبال الزائرين. الموعد فرصة سانحة يستغلها البيضاويون ليلا كفضاء للترويح عن النفس وكذلك للتبضع، خصوصا وأن تعدد الأروقة والمنتجات المختلفة يوفر للزائرين خيارات متعددة. لا دائما كل رمضان كنجي لهنايا باسكو كيعجبني الحال بزاف، كنجي مع لافامي، كاينين بزاف ديال الحوايج يتشافوا، كاين السلعه ديال مصر، لبنان، سوريا. كنجيو في رمضان مع الحباب والعائله حيت كاينين اجواء ديال العواشر، وكنجيو كنلقاو شي حوايج اللي متعلقين بالعواشر، وحيت كنلقاو اثمنه مناسبه اللي في مقتدر الجامع. المعرض اصبح موعدا سنويا تنتظره الساكنه، خصوصا بعد صلاه التراويح. قربه من المعلمة الدينية مسجد الحسن الثاني والإقبال الكبير الذي تشهده الأروقة، إضافة إلى كونه فضاء يستجيب لكل الأذواق والاختيارات من ملابس ومأكولة وأثاث وصناعة تقليدية، هو ما شجع العديد من التعاونيات والتجار على المشاركة وعرض منتجاتهم. عنده واحد العدد ديال المتميزات، الاولى هو انه عطينا الاهميه القصوى للمنتوج المغربي. ملي كنتكلموا على المنتوج المغربي كنتكلموا على المنتوج ديال الصناعه التقليديه، كما كتشوفوا هنا كاين جناح كبير اللي بشراكه مع دار الصانع اليوم الحمد لله المنتوج ديال الصناعه التقليديه متواجد في معرض التجاري رمضان. هذا ويستمر المعرض إلى غاية ليلة عيد الفطر، كما سيعرف أنشطة موازية خصوصا عند حلول ليلة القدر للاحتفال بالأطفال حديثي الصيام. بعد قليل مشاهدينا نستقبل الدكتور محمد بن حمو الخبير في القضايا الاستراتيجية، نناقش معه التفاصيل التي كشف عنها وزير الداخلية السيد محمد حصاد حول التهديدات الإرهابية التي تستهدف المملكة. أرجو أن تبقوا معنا. إذن ينضم إلينا الدكتور محمد بن حمو الخبير في القضايا الأمنية والاستراتيجية. أهلا بكم دكتور معنا. السيد حصاد تحدث أمام نواب الأمة عن أرقام مهمة حول التهديدات الإرهابية التي تستهدف المملكة، لنقدم أولا قراءة في هذه الأرقام. هذه الأرقام، أهمية هذه الأرقام هي أنه لأول مرة لنا أرقام رسمية
حول حجم هذه الظاهرة وعدد هؤلاء المقاتلين المتواجدين في منطقة الشام والعراق. هي أرقام أولا في قراءتها ينبغي أن ننظر إليها في ثلاث أجزاء. الجزء الأول هو المرتبط بأولئك الذين انتقلوا إلى سوريا والعراق انطلاقا من المغرب، وعددهم 1122، وهذا الرقم يعني يحيل كذلك على الطرق التي سلكوها للوصول إلى هناك، وهي إما مباشرة عبر تركيا أو مرورا عبر تونس وليبيا بالأساس. ثم هناك كذلك الرقم الثاني وهو رقم هام جدا، حيث يبلغ 2000 جهادي ومقاتل مغربي في سوريا، وهذا الرقم هم أولئك الذين انطلقوا من أوروبا والذين في أغلبهم يعني يعيشون بالديار الأوروبية، بل منهم العديد يعني يحملون جنسيات دول أوروبية. ثم الرقم الثالث وهو رقم العائدين من الديار السورية ومن الحرب الدائرة في سوريا والعراق، وعددهم 128. فهؤلاء يعني عودتهم كذلك تثير الكثير من التساؤلات. إذن نحن لأول مرة أمام أرقام رسمية تفيد حجم هذه الظاهرة، وتؤشر كذلك إلى أن الأجهزة الأمنية المغربية لها تتبع دقيق وكذلك معرفة دقيقة لهؤلاء، لأن الإشكالية في رمتها نحن أمام يعني أمام عدد هائل من المقاتلين الأجانب المتواجدين في سوريا والعراق فقط، يعني ربما كنظرة شمولية هناك أزيد من 16,000 مقاتل أجنبي يعني يقاتلون ضد نظام بشار الأسد، وهناك 18,000 مقاتل أجنبي يقاتلون مع الأسد ضد الأطراف الأخرى. هناك حروب داخلية متعددة في الساحة السورية، والمغاربة المتواجدون في هذه المعارك منهم من يقاتل ضد أخيه أو ضد مغربي آخر، لأنهم في أغلبهم يعني يتواجدون انطلاقا في البدايه كان يعني، وهذه الظاهره انطلقت منذ سنه 2012 بالاساس بشكل كبير جدا، ومنهم العديد الذين كانوا اولا في جبهه النصره قبل ان ينتقل منهم البعض وعدد هائل الى داعش، ومنهم بالاساس يعني من تواجدوا في حركه شام الاسلام التي تعتبر كتيبه شبه يعني مغربيه، سواء من حيث اعدادها لانه قرابه 500 مقاتل مغربي في هذه الكتيبة بقيادة مغربية، أو كتيبة كذلك أحرار الشام التي يتواجدون فيها بقوة كبيرة. من المعلومات المهمة التي تحدث عنها السيد حصاد كذلك هي وجود مغاربة يشغلون مناصب قيادية في هذه الجماعات، هل يمكن أن نتحدث عن هذا النقطة وماذا تمثله كتهديد إرهابي؟ ثم نتحدث عن خارطة انتشار هؤلاء المغاربة. نعم، هناك فعلا منهم قياديون يعني وصلوا الى مراتب عليا في هذه التنظيمات الارهابيه، خاصه يعني داخل جبهه النصره وداخل حركه شام الاسلام وداخل كذلك يعني تنظيم احرار الشام. هؤلاء القيادات يعني منهم قيادات كانت بارزه، ابو اسامه المغربي مثلا او ابراهيم بن شقرون اللذين قتل في المعارك في الفترة الأخيرة، وهناك يعني قيادات جديدة. إذا كان هناك يعني تمييز بين نوعين من القيادات، هناك قيادات من أولئك الذين يعني ساهموا في حروب جهادية سابقة سواء في العراق أو في أفغانستان أو في ليبيا، ثم انتقلوا إلى سوريا من جديد والعراق، ولكن هناك قيادات جديدة كذلك لأفراد ليست لهم أي خبرة أو أي ماضي جهادي، وأن سنهم يعني سنهم صغير جدا. طيب، عندما اعترف حزب الله ربما تتذكر بوجود مقاتلين له في سوريا صنع ذلك الحدث حينها، ولكن منذ ذلك الوقت إلى الآن هل بتنا نفهم أكثر هذه الظاهرة، القتال قتال الأجانب في دول أخرى؟ وكيف تبدو لك الظاهرة، هل هي في انتشار أكثر؟
أكيد أنها ظاهرة أصبحت مقلقة، فظاهرة المقاتلين ما يعرف بالمقاتلين الأجانب هي ظاهرة مقلقة، وقد يعني هناك انكباب كبير لمجلس الأمن وللأمم المتحدة حول هذه الظاهرة وحول هذا المفهوم الذي وإن كان ليس بالمفهوم الجديد، هو مفهوم يعني قديم ولكن ظهر بشكل جلي مع الحرب في سوريا. وربما ذاك كذلك يقودنا للسؤال عن طريقة عبور هؤلاء، نحن نتحدث عن آلاف البشر المسلحين. نعم. والمدربين كذلك. نعم. دكتور. نعم، هناك يعني أولا سوريا بالأساس يعني تشكل مسرحا للعمليات، سهل في الانتقال لأن العديد منهم يعبر عبر تركيا، ونحن نعلم أنه لا وجود هناك لتأشيرة للدخول، كما أن كانت هناك يعني تسهيلات كثيرة على مستوى الإقليمي أو الدولي التي سهلت عملية الانتقال هذه. فقط يعني للإشارة هناك أزيد من 80 جنسية لمقاتلين أجانب الآن في سوريا والعراق. إذا حاولنا أن نأخذ فقط يعني بقراءة سريعة لأعدادهم ومن أين أتوا، إذا كان العدد الذي يعني رسمي الذي أعطي في المغرب وهي مبادرة إيجابية، لأنها أولا تؤكد الشفافية في التعامل مع هذه الظاهرة، وخاصة يعني دقة تتبع المصالح الأمنية المغربية لهذه الظاهرة والتحكم فيها. إذن هناك يعني معرفة دقيقة بها، ولكن في قراءة ربما سريعة هناك أزيد من 1200 مقاتل جزائري، أزيد من 3500 مقاتل من تونس، أزيد من 3500 كذلك من ليبيا، من 800 من مصر، 3000 من السعودية، 700 من فرنسا، 450 من بريطانيا، هناك 420 من ألمانيا، هناك كذلك 340 من بلجيكا، 320 من هولندا، 120 من السويد، 120 من إسبانيا، 80 من إيطاليا، 20 من سويسرا. هناك هؤلاء من جنسيات أصلية أوروبية أم ينحدرون من دول المغرب؟ منهم من جنسية الأصلية للبلد، ومنهم هناك 120 من كندا مثلا و30 من الولايات المتحدة، هناك منهم من جنسية أصلية للبلد، وهناك من هو من أصول أجنبية. لذلك ففي العدد 2000 الذي يعني يهم المغاربة من أوروبا، فيهم العديد أو نسبة كبيرة منهم هي من جنسية البلد المضيف ومن جنسية المغرب. ربما من المبكر الحديث عن جميع الخيوط للخطة الاستراتيجية الاستباقية، ولكن لنتحدث عن هذه الخطة الاستباقية في المغرب، ماذا نعرف عنها اليوم؟ أعتقد أن الخطة الاستراتيجية في المغرب كانت الاستباقية في المغرب كانت يعني خطة إيجابية إلى غاية الآن، لأنها تقوم على يعني مقاربة شمولية على تعاون بين جميع المصالح الأمنية، والتي أظهرت كذلك بأن يعني العمل الاستخباراتي، عمل التتبع والرصد، عمل كذلك التعاون الدولي والخبرة التي اكتسبتها يعني السلطات الأمنية المغربية، لأن هذه العملية للتتبع والرصد ليست بعملية سهلة. فنحن نعلم أنه يعني حين يكون هناك يعني انتقال لجهاديين فهناك مراحل، المرحلة الأولى ترتبط أولا بالتهيئ لهذا الانتقال، ثم المرحلة الثانية هي الطريق إلى الانتقال الذي قد يأخذ أسابيع أو شهورا في بعض الأحيان، ثم الدخول إلى ساحة المعركة، ثم بعض الأحيان يعني العودة، لأن البعض فيهم إما يقتل أو يؤسر أو البعض الآخر يعني يعود أو ينتقل إلى مجالات أخرى. لذلك فيعني التهديد هو تهديد حقيقي، ولكن يعني الأمر إذا كانت السلطات الأمنية والدولة تقوم بدورها، هناك الآن يعني ضرورة أن يكون المواطن يعني على يقظة كبيرة وعلى حذر كبير، لأن المسؤولية الأمنية ليست مسؤولية يعني الأجهزة ولكن هي مسؤولية الجميع. شكرا جزيلا لكم الدكتور بن حمو على كل هذه التوضيحات. شكرا لكم مشاهدينا، طاب مساءكم.